المراجعة اثنان، أولا استمع إلى معلمك ثم أجب عن الأسئلة. في المزرعة البالونات الملونة تملأ المكان، الخروف فرحان يجري في كل مكان، والبقرة تحمل أكبر كوب حليب، الدجاجة والصيصان تجر أكبر بيضة لصنع كعكة، والأرنب يجري في يده جزاء، يختبئ من أسرع نحلة تطير من زهرة إلى زهرة، أما المزارع فيحمل كيس دقيق. تعاون الجميع فعملوا بفرح وحضروا أكبر كعكة وأجمل حفلة. أجب شفويا، ما اسم الخروف؟ اسمه فرحان. لماذا يجري الأرنب؟ لأنه يهرب من النحلة. من الأسرع، الأرنب أم النحلة؟ النحلة أسرع. أين تعيش الحيوانات؟ في المزرعة. ما اسم صغير الدجاج؟ الصوص. ثانيا، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. بمن تحتفل الحيوانات؟ بالأرنب، بالبقرة، بالخروف. الإجابة الصحيحة بالخروف. ماذا ستصنع الحيوانات بالدقيق؟ خبزا، كعكة، بسكوتا. الإجابة الصحيحة كعكة. ما الذي يزين المزرعة؟ الورد، قوس المطر، البالونات. الإجابة الصحيحة البالونات.